منا مرات عديده على تساقط الشعر، على الاسباب ديال التساقط ديالو، على السبل ديال العلاج ديالو. اليوم غادي نتكلموا كذلك من غير على تساقط الشعر، نتكلموا على اسباب تاخر نمو الشعر، لان بزاف الناس ولو تلاحظوا بان الشعر ديالهم ما تيطوالش ما تيكبرش. علاش؟ كيفاش؟ شنو هما الاسباب وشنو هي الطريقه باش نحفزوا النمو ديال الشعر ديالنا؟ الكل طبعا مع الاخصائيه في الميدان، بامتياز الدكتوره ليلى بشرى. صباح النور، شكرا لك دكتوره. انا اشتقت لكم بزاف. اذا هذا موضوع الساعه يعني اكزاكتومون النمو ديال الشعر. دابا بزاف ديال لي جون كيجيو اون فيزيت ميديكال ولا اون كونسلطاسيون كتقول لك راه شعري ما بقاش كيطوال، وكاين اللي كتقول لك راه شعري كيقصر. الناس كيطوال لهم شعرهم وانا شعري كيقصر. الو غنحاولوا بعدا نفهموا شنو هو النمو ديال الشعر، شنو هما العوامل اللي كتاثر في هذا النمو، العوامل اللي كتاخر النمو، والعوامل اللي كتسرع النمو، اللي هي غتكون الحلول. الو باش نفهموا الشعر كيفاش كاين. الشعر عنده دورات، عنده دورات الحياة. الدورة الأولى هذا لو سيكل شنو فيه؟ فيه لا فاز أناجين، هي لا فاز اللي كيكون فيها النمو ديال الشعر، فهي كتدوم تقريبا من 3 سنين حتى ل 7 سنين، كتبقى الشعيرة كتنوض بشوية بشوية بشوية. من بعد شنو كيوقع؟ الشعرة كتوقف مدة واحد 3-4 سيمانات، سي اون فاز دو روبو، واحد فريمون شهية. الستاغن هي فاش كترتاح. من بعد شنو كيوقع؟ وفات الشعره خصنا نعرفوا بانها كتغرس تقريبا واحد 2 مليمترات تحت من الجلده ديال الشعر، وكتكون مغروسه في واحد البويصله اللي هو الجدر ديال 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 الشعره. كتقلع من داك الجدر ياك، وتصوري انها كتبقى 3 شهور وهي في الشعر ديالنا لاصقه، وهي ما مزروعاش. سبحان الله. فيلوجين تقريبا 14% ديال الشعر ديالنا كيكون في هاد لافاز، وكما قلت كتبقى 3 شهور. هاد المساله ديال الشهور كتفسر لنا واحد القضيه اللي كنديروها بزاف، يعني فاش كنعطيو لي تريتمون ديال تساقط الشعر ولا ديال النمو ديال الشعر كنعطيو مده 3 شهور. كنعطيو مده 3 شهور لو طون كهذيك الشعره تهبط باش تنوض شعره اخرى. صحيح. الوغ شنو هما العوامل اللي كتحكم لينا في السرعه ولا في النمو ديال الشعر ديالنا؟ عندنا عوامل جينيه، هذه مكتوبه في الاجنه ديالنا، فمعروف بان لي كوكازيان اللي كيكونوا في الشمال ديال الكره الارضيه النمو ديال الشعر ديالهم كيكون تقريبا 1 سنتيمتر في الشهر. الافارقه اللي الشعر ديالهم كيكون كريبي ومتجعد بزاف النمو كيكون اقل 0.8 سنتيمتر في الشهر. في حين الاسيويين عندهم اسرع نمو 1.5 واحد هو اجمل شعر اجمل شعر تقريبا حتى 2 سنتيمتر في الشهر. تبارك الله ما شاء الله. حنا في المغرب وفات عندنا ان بو دو تو اكزاكتومون، عندنا الناس اللي شعرهم رطب هادو كينمو لهم الشعر بسرعه، الناس اللي عندهم الشعر اللي كيكون بوكلي ولا كريبي ما كينموش بزاف. الو غادي نفسر. فاش كتنمو الشعره ب 0.8 سنتيمتر في الشهر وكيكون الشعر كيكون بوكلي مغيبا انه طوال حتى 6 شهور. امتى هاد الفتيات غيبانوا بان شعرهم كيطول؟ لما كيديروا لو بروشينغ وكيتسرح الشعر. كذلك كاين كما قلت كاين بنيسات كتقول لك انا ما فهمتش شعري كيقصر، الناس كيطول لهم شعرهم وانا شعري كيقصر. وفات كاين واحد لو فينومين اللي هو لاكاس، التكسر ديال الشعر. خصنا نعرفوا بان الشعر اللي كيكون متجعد وبوكلي بزاف وناشف كيتهرس وكاين مساله اخرى ما هو راه تيطول من الجدر ولكن من هنا الاطراف تيتقطع كيبدا كيتقطع. كذلك السرعه ديال النمو كتختلف على حسب البلاصه ديال الشعر. الشعر كينوض بسرعه كبيره في لو سومي في القمه ديال الراس، باغ كونتخ هذه الجهه ديال لي طومب السرعه كتكون قليله بزاف. كذلك النمو ديال الشعر كيختلف على حسب الفصول، ففصل الصيف كيكون عندنا نمو اكثر من الفصول الاخرى، لهذا نورمالمون كنقولوا الناس يقطعوا شعرهم في الاخر ديال الربيع باش في الصيف كيطلع مزيان. كذلك بالنسبه للتساقط معروف انه في الخريف كيكون واحد التساقط. هذه الوقيته هذه اكزاكتومون دايوغ عندنا بزاف دي كونسلطاسيون على هذا المشكل ديال التساقط ديال الشعر. كذلك في فصل الربيع كتكون اون بوتيت شوت، كيكون تساقط شعر ولكن بالنسبه اقل. الوغ هنا غندوزو للافكار الخاطئه اللي متداوله عندنا. كيقول لك لما كتقطع شعرك فهو كيطوال اكثر، هذا فكره خاطئه. سا فو با دير كو ما نقطعوش، ولكن الا قطعنا لي بوان او موان كنحيدوا داك البلاصه اللي كتكون رهافت ديال الشعره والشعر كيبان الشكل ديالو احسن. كذلك كاين بزاف الناس كيقول لك ولا كتلقى في دي مارك واشهارات كيقول لك شامبوان كيطول الشعر. ما عمر الشامبوان كيطول الشعر. الشامبوان هو وسيله ديال النظافه وديال الغسل ديال الشعر. الوغ الا بغينا هذا الشعر بغينا يطوال وبغينا نعطيو ليه نغديوه ونحفزوا النمو ديالو
عندنا جوج الوسائل باش هاد المواد توصل ليه. بيان سور الا درنا ان شامبوان، الشامبوان شحال كنخليوه في شعرنا؟ الا كتبنا 2 مينوت ما كاملاش 2 مينوت، خص الماده اللي بغينا تبقى تدخل لينا باش وتوصل للبصيله اللي قلت لك 2 مليمتر على السطح ديال الشعر، خصها على الاقل تبقى ساعات المكان. دونك اما غادي نديرو شي حاجه لوكال ولا نمشيو ديريكتومون للجدر ديال الشعر ولا عن طريق الدوره الدمويه عن طريق الاغذيه، وغيوصلوا هذوك الاغذيه للبصيله ديال الشعر. دونك من هنا منين كيجيو الحلول. الو الحلول اللي عندنا عن طريق التغذيه. دونك ما غاديش زعما جو انا ونبيل في هذه السنوات كلها تكلمنا بزاف على الاهميه ديال التغذيه بالنسبه للنمو ديال الشعر، راه لان شنو هي الشعر؟ الشعر مكونه من ماده الكيراتين. دابا كلشي كيعرف شنو هي الكيراتين. الكيراتين هي بروتينات. هذه البروتينه باش نقدروا نصنعوها خص يكون عندنا البروتينات، خصنا ناكلهم. وكلنا كنعرفوا بان المصادر ديال البروتينات هما اللحوم، القطاني، الحبوب الكامله. دونك التغذيه ديالنا خصها تكون متنوعه. الوغ البروتينات بوحدها ما كافياش، خصنا مجموعه الفيتامينات هي اللي كتعاون في التركيبه ديال هذوك لي بيبتيد اللي غادي يصوبوا لنا لا كيراتين. دونك الا ما كانتش التغذيه مزيانه ما عمر الشعر ديالنا اللي زدتيه ما غادي ينفع. اكزاكتومون. دونك تغذيه متوازنه ونعاون بالمكملات الغذائيه فيها كتعاون بزاف. فو ان الناس الان الى غريس بوكو لوغ شوفو، كنعرفوا بان الناس كيستعملوا لي سيشوار بزاف لي ليساج، وهذا لابد من نعاونوا بمكملات غذائيه. دونك نحاولوا نديروا دو كور، جوج العلاجات في السنه، ثلاث شهور ونوقفوا ثلاث شهور ونعاودوا نديروا ثلاث شهور. دونك نديروا فصل الخريف وفصل الربيع نديروا ثلاث شهور ديال هذه المكملات الغذائيه. كذلك من الوسائل الاخرى هما لي لوسيون، كنستعملوا لي لوسيون حتى هما كيدخلوا وكيوصلوا للشعر وكيعاونوا بزاف على النمو ديال الشعر. الان كاين وسائل حديثه اللي تكلمت عليها بزاف الاشهارات كنشوفوها في لي ريزو سوسيو اللي هي عندها علاقه بالحقن. الوغ الحقن فيها عده انواع، اما كنقبطوا فيتامينات واحماض امينيه وكنحقنوهم في الجلده ديال الشعر، ولا التقنيه اللي دابا معروفه بزاف هي البي ار بي، هو اننا كنحقنوا ذاك البلاسما اللي كيكون غني بالصفائح الدمويه. الوغ غادي نكون حنا هنا باش نوعيو الناس ونعطيو نصائح ماشي باش نديروا اشهار. دونك هذه التقنيه هي انتريسونت مزيانه ولكن ما عندهاش واحد حلول. اكزاكتومون ماشي اني با ميراكولوز، ماشي اللي ما عندوش غيمشي يجي حل سحري نهائي. واضح هي كيعاون بزاف بالنسبه للشعر لما كنزيدوا في التقنيات باش ما كنعطيو للشعر الحدود الكامله انه يعاود ينبت. لان ما نساوش انه كاين العامل ديال السن، خصنا نعرفوا سميره لما كنتزادوا ان بيبي كيكون عنده في لو سنتيمتر كاري في لو سنتيمتر مربع كتكون 1000 بصيله الشعر، ما بين 30 و 50 سنه كتولي 500 بصيله. دونك كاين العامل ديال السن. اهم حاجه اللي نعقلوا عليها هو اننا نحافظوا على الشعر ديالنا، سي ان كابيتال. الا حافظنا عليه راه غيبقى قابط معانا، الا اون لاغريس وطيحناه راه غادي واحد الوقيته لو كابيتال ديالنا غينقص. ما لقاوش. واضح. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى، بقاو معنا مشاهدينا. سميره بغيت واحد الاشاره، كاين حتى الحقن ديال الخلايا الجذعيه، كنا تكلمنا بزاف على هذه التقنيه، حتى هي لي ريزولتا ولا النتائج ديالها كتبقى جد متوسطه مع العلم انها جد مكلفه. دونك كنفضل ان الناس يعرفوا هذه المسائل ولهم الاختيار. ولهم الاختيار. واضح. شكرا لك دكتوره. بقاو معنا مشاهدينا، نمروا اللحظه عند دكتور نبيل عياشي فخرس التغذيه.